GFX Academy. بسم الله الرحمن الرحيم. الفلترز هو عبارة عن تأثيرات برضو بتنزل على الكلام وبتنزل على أي أوبجكت عندك، بس بطريقة مختلفة شوية. عندي كلمة GFX Academy وحولتها لموفي كليب، لأن هو لازم يتعامل مع نوعية الموفي كليب زي ما انت شايف فوق. هاجي من قائمة الفلترز، هتبص تلاقيها ظهرت لك هنا لما تحول ده لموفي كليب. خد بالك ده لو جرافيك او اي سيمبل تاني مش هتتاكتف. انا لو جيت كتبت مثلا جي اف اكس كده تكست بس، هيتاكتف لك برضو الفلتر. تقدر الفلاتر من هنا هتبص تلاقيها ظاهره من عندك، او لو موفي كليب. يبقى هو ده الحالتين اللي عندي. لو جينا ضغطنا اف 8 ورحنا على جرافيك، هتلاقيها مفيش هنا فلاتر، بتنزل على السيمبل من نوع جرافيك. لو جينا حولناها لبوتون الضغطة بلاقي الفلاتر اشتغلت. تمام، يبقى البوتون الموف كليب التكست بينزل عليه الفلتر، غير كده ما ينفعش. نمسح دي، نشوف الكلمة بتاعتنا دي، نبدأ نطبق الفلاتر عليها. قبل بقى ما نبدأ الفلاتر أو نزل على افكتات، عايز أشرح الكام بوتوم دول وظيفتهم إيه. ده طبعا لو ضغطت عليها بيقول لك أديد فلتر، ضغطت عليها ضغطة بيقول لك ريموف أول، إنيبل أول، ديسيبل أول، وعندك بقى الفلاتر 3 7 فلاتر. لو جيت على الزرار اللي جنبه بيقول لك بريست. لو أنت حاطط فلاتر هنا وعايز تحفظها كمثلا كوحدة أو باكج على بعضها، تقدر تنزلها بعد كده على أي أوبجكت عندك، تقدر تسميها من هنا تسيف أز، أو تعمل لها رينيم أو ديليت خالص. الزر ده بيقول لك كليب بورد، يعني بيقول لك كوبي الفلاتر كوبي، وهنشوفها دلوقتي، وبعدين تعمل لها بيست على أوبجكت تاني. دول بيتاكتفوا لما تنزل الفلتر عليها. تعالى نعمل بقى اول فلتر، ضغط عليها ضغطه دروب شادو مثلا، خلي الورك سبيس بتاعتي بالابيض، وخلي الكلام بتاعي باللون الازرق مثلا. شايف هنا لما اجي بقى ضغط على الدروب شادو، اضغط عليه من فوق كده، ممكن اصغر اكسباند بالطريقه دي. ممكن لو ضغطت عليه نفسه هيبتدي تاكتيف لي الثلاثه الباقيين. بقول لك انت عايز تعمل فيهم ايه، هل انيبل ولا ديسيبل فلتر، يعني كانه مش موجود خالص. طبعا هو بيحط لك علامه اكس هنا، لو جيت ضغطت عليه تاني ورحت على علامه العين هقول لك انيبل تاني. اضغط عليه، الايقونه دي بيقول لك ريسيت فلتر، يعني لو انت عامل اي احداثيات، يعني مثلا خلي دي الانجل كده والديستانس خليها 90 مثلا ولو او هاي، وبعدين رحت جاي عامل حاجه زي كده. لو جيت قلت من هنا ريسيت فلتر، بروح راجع لك للديفولت بتاعه. اخر حاجه لو جيت طبعا محدد دي، وبعدين لو جيت في الاخر قلت له ديليت فلتر، بيديليته لك خالص من على الكلمه بتاعتك او من على الاوبجكت بتاعك. نحط فلتر، نشوف الدروب شادو. الدروب شادو ده هو عباره عن خيال، شادو خيال كده على الكلمه بتاعتك، بتديها افكت زي ثلاثي الابعاد شويه. ممكن نتحكم في الاكس والواي بتاعه، يعني الاكس المحور الافقي والواي المحور الرأسي. تعالى لو انت الاتنين دول موجودين بالشكل ده، يبقى لو انت حركت ده هيتحرك مع الواي، يبقى حركت الاكس هتحرك مع الواي. لكن انا مش عايز احرك ده مع ده، بروح جاي فاصل اتنين، اروح جاي محرك بقى الاكس لوحده والواي لوحده.
ممكن اقفل على كده، ممكن لو بعد كده حركت هيتحرك بقى الاتنين مع بعض بنفس الطريقة، كل واحدة واخدة النسبة بتاعتها وبتتحرك لوحدها. هنقول دي 5 ودي 5، نقفلهم. دي عندك قوة الفلتر ده أو التأثير ده. بتضغط متين، بص هنا يبقى قوي جدا. اهو فوق، لانك تطلع فوق لغاية أكتر نسبة فيه زي ما أنت شايف 25,500، 500% يعني. نقول مثلا 100,000 هي أكتر حاجة، 25,500. طبعا طبعا عمرك ما هتوصل للمرحلة دي خالص، فأنت تلعب من الصفر للميتين أو 300 حسب ما أنت عايز. الكواليتي بتاعك لاحظ معايا على الفلتر، ميديوم هنا اللو، شايف الميديوم بيروح مسيح لك شوية الدروب شادو، الهاي الطريقة دي. الانجل ده زاوية يعني كأن في سبوت لايت، يعني مثلا عايز ارسم لك زي كاميرا مثلا، كأن في كاميرا مثلا يعني من هنا مش كأن في كاميرا واقفة فوق في الحتة دي ونازلة بإضاءة. لو جيت أنا عملت إضاءة كده، بص عايز أعملها فلير تاني خالص، بليس تعالى بقى شوف الخطوط دي لو نازلة كده بالشكل ده. الطبيعي ان انت لما بتيجي بتحط الكلمة دي مثلا وعطيت سبوت لايت كده، الضوء نازل كده عليها، فطبعا فوق عمرها ما يكون في اي شادو خالص او اي خلق، الخيال كله بينزل على الارض. فدي زاوية الانجل، دي زاوية اسقاط الاضاءة او زاوية الشادو رايحة فين. دي 45، لو انت عملتها زيرو يبقى الزيرو طبعا انت عارف هو دايما دايما من الشمال في الفلاش، فهو كأنك نقلت السبوت ده حطيته هنا، بيضرب لك هنا زي انعكاس، وبعدين الشادو كله بيطلع على اليمين هناك. لو انت ضغطت كده وبدأت تسحب هتبص تلاقي الشادو بتاعك فوق بدأ يتغير بقى زاوية الإضاءة بتاعته وزاويته واقع على الأوبجكت ازاي وفين. هختار مثلا 90، كأن السبوت ده فوق، فوق كده. وبعدين بلاقي بقى الديستانس بتاعه فين، يعني بعده منين من الأوبجكت. يعني لو جيت زيرو انت هتلاحظ معايا اهو هو ورا الاوبجكت بالظبط، يبتدي الديستانس بتاعه تقل او تكبر كده، بتبعد عن الاوبجكت قد ايه. الكلام ده كله موجود في الفوتوشوب وموجود في اي برنامج جرافيك تبع مجموعة الادوبي، براحتك انت بقى. مثلا اخليها كده 6. النو اوت ده لو ضغطت عليه بروح مفضيه الاوبجكت من الكالر الاساسي يبقى بالشكل ده. الانر شادو بيروح ناقل لي الشادو ده جوه الاوبجكت بس من فوق العكس على طول. لو جيت قلت هايد اوبجكت بيروح هايد خالص وجايب لي الشادو
نفسه. لو جيت عملت الاتنين مع بعض كده مفيش تأثير نو اوت مع ده، طب ده مع ده، كل دي تأثيرات انت بتبدأ توصل لها. طبعا ده لون الشادو ازاي، يعني لونه مثلا ممكن يكون ازرق غامق، ممكن يكون اللون ده كده، ممكن يكون الاحمر كويس، ممكن يكون الابيض او الباك جراوند عندي سودا بالشكل ده وتعمل كده تمام. يبقى ده تأثير الدروب شادو، اول تأثير عندي. انا عايز مثلا هقلل شوية الديستانس واروح عامل عليه فلتر كمان، ممكن ممكن اروح جاي دايس ضغطة وبعدين اقول بلور او بلر. بلر ده خد بالك ده بعد تحت الشادو، يعني الشادو هو اقوى منه. لو انت جيت ضغطت كده وسحبت فوق بتلاقي البلر فوقيه، يعني البلر الاول اللي هيأثر فيه وبعدين بعد كده الشادو هيأثر فيه. طب تعالى مؤقتا نضغط هنا ضغطة ونروح قايل له ديسيبل دلوقتي البلر ده، ديسيبل برضه كده بيخليه زي ما يكون في زغللة بالمصري، يعني انا مش عارف معناها ايه بالخليجي او غير كده، يعني زغللة زي ما يكون عينك مش شايف كويس، عارف انت لما حاجة في حاجة كده قدامك مش شايفها كويس، وبحاجة زي كده بلر ده بالشكل ده. لو جيت عملته كده طبعا هنتكلم في الكلام ده ازاي دخلوه في انيميشن معايا في الاعلانات والحاجات دي اهو كده. وبعدين لو جيت مسكت الواي بس هتلاقيه بيعمل بلر على الواي زيرو، ولو جيت عملته على الاكس هتلاقيه على الاكس بالشكل ده، يبقى 5 و5. ده الكواليتي بتاعه كان، خلينا نعلي الاتنين مع بعض. الكواليتي لو لما اعمل على الميديم يبقى اكتر، على الهاي يبقى اكتر بالشكل ده. الخمسة الديفولت بتاعه على الميديم على اللو، جميل. طيب نضغط عليه ضغطة وبعدين ديسيبل ونحط فلتر كمان نقول له ده جلو. جلو ده انا نفسي يعني شخصيا بحبه. تعال نغير على اللون ده مثلا ونقول الجلو بتاعه هو عبارة عن تأثير زي ما يكون حاجة منورة، أباجورة منورة، النور اللي حواليها لو انت جيت بصيت من بره على اللمبة هتلاقي جوه اللمبة منور تمام، بس حواليها هالة من النور، هالة النور دي هي دي الجلو. الهالة دي هيكون لونها ايه؟ لونها ابيض. طيب لو جيت اخترت الابيض ورحت جاي على البلر الجلو البلر بتاعه الاكس والواي رحت جاي عامل كده، بص تلاقي الهالة دي بدأت تبقى كبيرة شوية بالشكل ده. ممكن طبعا تخلي اللون ده من هنا من الاي دروبر ده، وطبعا ممكن تفصل الاثنين عن بعض وتتحكم في السترينج بتاعه او القوه بتاعته، قوه التاثير، ودي بتكون 100 الديفولت بتاعه. ممكن تعمل نو اوت او تعمل انر جلو ويبقى جواه او الاثنين مع بعض. انا بتنقل انر جلو من بره بتخليه انر في اوتر وانر، يعني ده اوتر كده، انما الانر بتروح جاي موزع الاضاءه دي مدخلها جوه الاوبجكت بتاعك بالشكل ده. علم عليه واروح اي ضاغط واروح مثلا على البيفل. البيفل ده عبارة عن بيديك حاجة زي ثلاثي الابعاد شوية. ازاي بيحطط لك لونين، هو الديفولت بتاعه بين الابيض والاسود. خلينا نعمل الاستيج بتاعي باللون، لا ده جديد قوي، باللون ده. عندي هنا البلار طبعا الاكس والواي برضه، كل اي على فكره يعني معظم الفلاتر هتلاقي فيها بلار اكس وواي،
شفنا الصفر، خليه مثلا 3، وانا القوة بتاعته السترنج بتاعته، السترنج مثلا اخليها 100 زي ما هي. الكواليتي بتاعه ممكن اخليه هاي، بنعم شوية. لو بتبقى الكواليتي بتاعه شديدة شوية من غير تنعيم الحواف. لو انت ملاحظ، لو انا جيت قلت على هاي نعمت شوية، بص لها بقت سموز اكتر. ممكن تتحكم بقى في اللون الاسود والابيض زي ما انت شايف، الاسود اللي هو بره اهو والابيض اللي هو الناحية التانية، تتحكم زي ما انت عايز. تروح جاي مغير دي مثلا باللون ده او باللون ده اللي انت عايزه، بتبدأ تعمله في الاوبجكت بتاعك. تمام، اختار مثلا اللون ده او خلينا عشان تبقى باينة شوية اللون الاصفر، وبعدين الهايت الهايلايت اللي هو الابيض ده هيخليه مثلا باللون ده. تمام، خلينا في الاسود الابيض عشان التأثير يبقى باين، والانجل بتاعه طبعا احنا عارفين زي ما شرحنا بالظبط نفس نظام السبوتات، كأنك منزل سبوت من على الزاوية الأعلى شمال، ودي الزاوية 45. بطلع فوق ببدأ أتحكم في الفلتر بتاعي وفي الزاوية بتاعته، أخليه مثلا 318. تمام، أخلي مثلا الديستانس بتاعتي، شوف أنا الديستانس بقى زي ما أنت عايز، يعني بيفصل لك هما بالظبط كأنهم كلمتين. لو انت جيت هنا بص بصيت جوه هتلاقي جي اف اكس اكاديمي مكتوبه مرتين، مره بالاسود ومره بالابيض، فهو كده فصل لك الاسود عن الابيض خالص بالشكل ده. هنيجي مثلا نقول الديستانس بتاعه 3 برضو او 4، واجي اقول نو اوت. نو اوت بالشكل ده بيروح جايب لك مثلا، طبعا نو اوت خلاص فهمناها اللي هي بيطير لك اللون الاساسي وبيخلي لك الايفكت بتاعك. الانر ده طبعا انت شايف البيفل او الاسود الابيض داخل جوه الاوبجكت نفسه او الكلام نفسه، لو جيت قلت اوتر بيطلع لك التاثير ده بره كانه دروب شادو اللي احنا خدناه فوق، بس مرتين، مره بالابيض ومره معاها بالاسود. فانا لو جيت عملت الديستانس كده بص هتلاقي هم بانوا خالص اهم بالشكل ده. ممكن تعمل الاثنين اوتر وانر بالشكل ده، الاثنين مع بعض، والديستانس طبعا ممكن تكون اثنين بالطريقه دي. خلينا في الانر والانجل مثلا بتاعتي 318 واجي الديستانس 5، يبقى عندك حاجة بالشكل ده. نضغط على ضغطة ونقول له مع السلامة دلوقتي مؤقتا، وبعدين نخش على جريدينت جلو. ده بيعمل لك ايه بقى؟ بيعمل لك جريدينت بين لونين. لو انت قربت كده، تعال نعمل ديستانس شوية، جريديت بين لونين طبعا بيديك دروب شادورة الكلمة نفسها، وتكون الكلمة دي بالاسود اللي هو اللون ده، لو ضغطت كده تبقى بالاسود متدرج لغاية الابيض بره. لو جيت غيرت الاسود دبل كليك هنا بيظهر لي الالوان، لو جيت هنا عملت دي كده بيروح جايبها لك مغطي لك كل الاسود ده بنفس اللون ده. خلينا مثلا في لون كول كده الاصفر، وخلينا نروح جاي حاطين نقطة هنا واحدة كمان، وهنختار لون تاني. طب انا لو اخترت لون تاني كمان ايه اللي هيحصل كده؟ اه ده من بره بقى بدأ يضيف لي الوان تاني كمان، او اسود. لو جيت الابيض ده ممكن
ضغطة عليه بروح جايب لك مثلا اللون الأحمر. طبعا ده كله بيظهر لما تعمل بلر واي او اكس، بيظهر بالشكل ده. عايز بقى تلغي ده كله، بتروح جاي واخد دي كده منزلها تحت، واخد كده منزلها تحت، راميها في الشارع. ضغطة اسود وضغطة هنا الابيض بالطريقة دي. نرجع بقى الديستانس بتاعتي 5، وده الجريدينت جلو، ودي 5. نضغط عليها ونقول له العين، وبعدين جريدينت بيفل، نفس التأثير بس بالبيفل او اللي احنا خدناه قبل كده اللي هو من داخل العنصر، بقى التاني كان من بره، ده من الداخل، ونفس الشكل بالظبط. طبعا بلر اكس واي، السترينجز بتاعتها، القوة بتاعتها، الكواليتي بتاعتها، هاي ميديوم لو. مثلا الانجل فوق تحت، الديستانس بتاعته برضه نفس الحكاية، جي اف اكس مرتين، مرة باللون ده ومرة باللون ده الأحمر، ومرة باللون الأسود، بس لما بيخشوا مع بعض مع الأخضر بيديني حاجة زي كده. 5 نو أوت، يفضيلك بقى اللون الأساسي، وبعدين إنر ولا أوتر، كل الإفكت من بدل ما هو جوه طلعه لك بره، وبعدين الاتنين مع بعض جوه وبره. ضغطة هنا بتلاقي الديفولت بتاعه بالشكل ده، ممكن تغير زي ما انت عايز الالوان، نفس الحكاية برضو. نضغط عليه ضغطة، وبعدين علامة العين، وبعدين اخر حاجة خالص اللي هو adjust color، ضغط عليه تبدأ انت بقى تعمل اللي انت عايزه بالنسبة للهيو الستريشن والكونتراست والبرايتنس. ناخد مثلا البرايتنس ونروح جايين عاليين شوية، بص تلاقي اللون بدأ يتغير معاك بالشكل ده، هيبان قوي لما احط عليه حاجة تانية. خلينا ده زيرو كونتراست، درجة السطوع، برضه نفس الحكاية الهيو، بتاع ده اخر حاجة 180. خلينا بقى نعمل كوليكشن كده الوان، والبرايتنس مثلا ينزل بالسالب شوية. ده الادجست كلر، مفهوش حاجة غير كده. طبعا دول كلهم انا عايز اخفيهم، وبعدين ابدأ بقى اشوف شوية تكتيكات كده. تعال نظهر البلور، تعال نظهر البلور، لأ عايز أظهر الجلو والدروب شادو، دروب شادو والجلو، بظهر الاتنين مع بعض. تعالى على الدروب شادو مثلا ونخليه بالأسود. لاحظ هنا معايا، شوف هنا الجلو، تعالى نصفر الجلو كده. الجلو مثلا هنخليه بالأبيض وتحتيه دروب شادو، لو انت ملاحظ تحتيه دروب شادو. طيب تعال نخليه صفر كده، ادي الدروب شادو. الديستانس بتاعتي مثلا 5 عشان يبان شوية، واخلي ده 5 عشان يبان الجلو الابيض تحتيه بالشكل ده. طب لو جيت نقلت الدروب شادو تحت الجلو هيبان التأثير، هو ده الفرق. تعال نعلي الجلو، تمام. تعال نروح دروب شادو تحت او فوق الجلو بقى بالشكل ده.
يبقى الدروب شادو هو اللي اثر اكتر على الاوبجكت اللي عندي، وبعد كده اثر لي الجلو بالشكل ده. الجلو ممكن اخليه 10، ممكن اخليه كمان هاي. طبعا السرنج بتاعته، القوة بتاعته زي ما تحب انت بقى، بتخليها عالية بالشكل ده. الفلاتر قوية جدا، ياريت ياريت برضو معظم شغلك يبقى فيه فلاتر، انها هي فعلا بتديك افكتات حلوة قوي قوي داخل البروجكت بتاعك. تعال نشوف نستخدم ازاي كل ده في المشروع بتاعنا. تعال نعلم على دول وبعدين نجلدهم كلهم كده بالشكل ده، وتعال نشوف ازاي بقى نعمل انيميشن ونستفيد بالحكاية دي جوه الانيميشن. هاخد شوية تايم F5، خلينا بقى هنا مثلا نروح جايين مثلا على الفريم رقم 1 وننزل عليه فلتر اللي هو مين؟ بلر. هعلي الفلتر على الهاي وهطلع فوق خالص. كويس. واجي مثلا على الـ40 واقول له كريت كي فريم اللي هو F6، واضغط عليه ضغطة كده واقول له ده خليه لي زيرو. تمام. مش هتأثر بقى طالما هاي او لو او ميديوم، طالما واخد زيرو خلاص ما عادش ليه تأثير خالص. فانا كل اللي هعمله هروح جاي مثلا اروح جاي له قايل له كرييت كلاسيك توين. تبص هتلاقي حاجة زي كده بلاي. تعالى كمان في اول فريم نزل عليه كولر افكت اللي هو الستايل اللي هو الالفا. الالفا ده بيطير لي خالص العنصر او بيظهره لي من الصفر للمية. خليه صفر حاجة زي كده. بلاي تيست. تمام. تعالى هنا على اخر واحد نقول له حط لي مثلا دروب شادو، يبقى الديستانس بتاعتي بس 3 مثلا، والكواليتي بتاعتي هاي، مش عايز اكتر من كده. تيست. تمام. نيجي نصغر دي نخليها 1 سكند، ده فريم ريت 30، يبقى حاجة زي كده. هنخلي ده فوق ونعمل واحدة تانية، ناخد دي بألت اكس كنترول اكس، وبعدين نطلع فوق هنا ونعمل لها كنترول شيفت في. نخلي دي فوق شوية ونعمل افكت تاني على دي مثلا، دي هتظهر من تحت لفوق بطريقه معينه. طبعا قواعد الانيميشن عرفنا دايما اي حركه ليها بدايه وليها نهايه، فالبدايه بتاعتي هتبقى تحت والنهايه بتاعتي هتبقى فوق. جميل. انت ايه المفروض يعني دايما دايما اعمل حاجه بقى. خلينا دي هتبدا بعد ما دي تخلص. دايما تحدد موضع النهاية بتاعك قبل ما نشتغل، يعني ده موضع النهاية هنوقفه هنا. اروح جاي مثلا هنا على الـ60 وعامل كريت كي فريم، واروح جاي مثلا جايب له بقى في الاولاني خلاص منزله تحت كده، ومخلي ده الالفا بتاعته زيرو. وده هيطلع فوق بالشكل ده، واروح جاي كرييت كلاسيك توين. جميل. يبقى بالشكل ده، او روح جاي هنا، روح جاي مثلا الظهور بتاعه بيبقى
بطريقة بطيئة شوية كده. تمام. ممكن كمان تخلي دي بلور خالص، تعلي البلور بتاعها قوي، يبقى فيها حركة بالشكل ده. خلينا البلور بتاعها هيبقى بسيط، يبقى مثلا 10. جميل. وممكن كمان البلور بتاعك يبقى على محور واحد، خلينا مثلا نقفل دي خالص ويبقى على الواي كله، طلع فوق شوية كده، أو ده التأثير كده بالشكل ده. كمان شوف ظاهر بقى حاجة تانية خالص. تست. طيب تمام. خلي ده مثلا الأوانية دي من فوق عشان ما تغطيش على تحت. ونعمل افكت كمان، افكتات تانية بقى نشغلها شوية. مثلا هناخد نفس الاوبجكت الت، خليهولي في لير تانية عشان طبعا هنزل عليه افكتات تانية، ونخليه جاي لك مثلا من الشمال لليمين. خلي البداية بعد لما اخلص الاتنين، هنجيب على 90 ونقول له كرييت، نقول له امشي لي بقى هناك كده. كرييت كلاسيك توين، يبقى البداية، البداية فين؟ انا عكست، ماشي، يبقى في البداية هنا والنهاية عندك هناك، اقصد البداية هناك والنهاية هنا. ونروح جاي مثلا نازلين عليه افكت الواي، لا خلينا في الاكس، نعمله 30. بالطريقة دي. وبعدين نازل عليه كمان ال، خليه هنا، وبعدين البيفل هناك، بيفل بنزل عليه مثلا 3، وهاي بالطريقة دي. تعال نشوف الحركة، خلينا الترانسبيرنت بتاعته او الالفا بتاعته 0، وبعدين بيظهر بالشكل ده. تمام. عايز تتحكم في سرعة الظهور، زي ما احنا عارفين بنروح جايين مقللين شوية في الفريمات. قلل كمان، او تخلي الاوبجكت بتاعك جاي من بعيد، من بعيد اوي كده عشان يبقى اسرع. تمام. دي كلها يعني شوية أفكار إزاي تعمل أو تستفيد بالفلاتر بتاعتك داخل فلاش اس 5.5. ده احنا كده هوقف على كده، وانت طبق وانا موجود برضو لأي استفسار. السلام عليكم.